يوم عاشوراء، هذا اليوم اللي نجى فيه الله سبحانه وتعالى موسى من فرعون. وفرعون كان كيعذب ويذبح أبنائهم ويستحي نساءهم ويفعل الأفاعيل في قوم موسى وبني إسرائيل. ففي هذا اليوم أغرقه الله وأهلكه الله ونجى الله موسى ومن معه من هذا البلاء العظيم. فهذا اليوم السحرة كتروج التجارة ديالهم، السحرة كيشتغلوا، والجاهلات كيمشوا عند السحرة في هذا اليوم العظيم. اللي عندها راجلها كيضربها بالزعم أن إلا مشات عند السحير راه غادي ترجع المحبة والمودة بينتهم، والله هذا كله كذوب. شحال وحده قتلت راجلها، عطاها السحار شي وصفة شيطانية، شي طعام سمي وكلته راجلها وتوفاه الله سبحانه وتعالى. شحال من علاقة كانت محبة وصارت طلاق بسبب هاد المشعوذين السحارين، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كان بزاف ديال الوصفات دابا تطورت الوقت ولو كيتنشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب وكثير من مواقع الانترنت. وصفات هي سموم، هي أصحار، هي تعاويذ شيطانية، اللي دارها شرك بالله لأن فيها عزائم وأسماء شيطانية. ومن بين الوصفات اللي كيخدموها النساء والعياذ بالله كتسمى الشرويطة، أن المرأة إلا بغات راجلها زعما باش يطيعها كتهز ماء الرجل أو ماء ديال الزوج ديالها أعزكم الله، وكتقرأ عليه الطقوس وكتدير شي طقوس اللي لا داعي لذكرها، طقوس شيطانية خبيثة. ما خلال هذيك الطقوس كتهزو كتلحو في الجمر ولا في الشعالة، الشعالة هي واحد النار كيشعلوها، وكتقرا واحد الطلاسم واحد العزائم. وهاد الراجل إلا دارت ليه هاد السحر بزعمها أنه غادي يحبها وما غاديش يلتفت لشي وحدة غيرها، وكتقفو أنه ما يمشيش باقي لشي وحدة أخرى، وهذا شر، لأن هاد السحر غالبا ينتهي بالطلاق أو التقاف الأبدي للرجل، يعني لا مع مرته لا مع غيره، يعني تمرضوا دقاب طلا والعياذ بالله، لأن السحر كفر ومن أعظم الذنوب. والسحر أقول راه ما فيه سحر أسود سحر أبيض، كل شيء أسود، السحر كله شر، ما كاينش شي سحر فيه الخير. باش يقول لي وحده لا راه غادي نجمع بين الراجل والمراه بالسحر ولا كلشي، داكشي كذوب. السحر يفرق بين الازواج، كيقتل عباد الله، كيمرض عباد الله، كيزرع العداوات، المشاكل، التمريض، التقتيل فقط. اما باش تقول لي السحر يدير المحبه ويدير القبول، كلشي هادشي كذوب، كلشي هادشي هضره خاويه. وكذلك والعياذ بالله بعض البغايا اعزكم الله، كتحس الماء الرجل كيبقى كيتابعها هي وكيخلي المراه ديالو، قد يكون تزوج امراه جميله صالحه طيبه وجهها كالقمر ويمشي عند هذيك والعياذ بالله، وخا تكون وجهها كالفحم ويكون قلبها اسود من قلب الشياطين وتكون خبيثه وتبان ليه ملكه الجمال ويبقى تابعها. وهذه حقيقه، هذه حقيقه. وبعض المخالفات الشرعيه اللي كاينه في هذا اليوم، رقص النساء، لان بعض النساء كيحتفلوا في هذا اليوم وكيهزوا الطعارج وكيخرجوا في الليل وكيبرصوا عباد الله، هذا ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا ما كان في زمان ولا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في زمان نواصب لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه في هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء استشهاده رضي الله عنه. فرح النواصب، كان واحد في الزمان، في ذاك الزمان كان واحد طائفة اسمتهم النواصب، كانوا يكنون العدالة للبيت، كانوا يبغضون علي رضي الله عنه والحسن والحسين وأهل البيت رضي الله عنهم جميعا، كانوا يبغضونهم. فلما استشهد الحسين بن علي رضي الله فيه كانوا يفرحون، نساءهم كانت تخرج، ومن هذه العادة خدوها من ذاك الزمان والعياذ بالله. وكاين بزاف ديال المخالفات، المفرقعات، دريس غاش عم واحد مشى لعيني الشعالة ديال النار كيشعلوها، وكانت هذه عادة من عادة المجوس، خدوها من إيران المجوسية أو الفرس في هذاك الزمان. فعاشوراء كانوا كيشعلوا النار وكيطوفوا بها، وبعض الجهال كيخوضوا هذه القضيه كيرقزوا على العافيه وكيضروا عليها، وهذا ما انزل الله به من سلطان وما كاينش في دين الله. والسحر في عاشوراء اقوى من السحر في غير عاشوراء، والسر في ذلك انه يوم من ايام الله، انه يوم عظيم، والشياطين تحرص على خدمه من يعصي الله في هذا اليوم، ومن يطلب السحر في هذا اليوم، ومن يدنس حرمه هذا اليوم. كبعض الاسحار القويه مثل السحر في 27 رمضان، كاين العيالات انت كتمشي كتصلي في الجامع كتعبد الله كتطيع الله، كاين العيالات اللي كيمشيو عند السحره والمشعوذين في هذا اليوم، كاين السحره او النساء كيديروا السحر بروسهم في هذا اليوم، وحالات كثيره سحرات في ليل 27، والشيطان كيخلص كيقول لهم هذا خلى الجامع، خلى ليله القدر، خلى كل خير وجاء عندي انا باش نخدم ليه الشر ديالو، هذا مرحبا به،
هذا يكونوا معه وكيخدموا مع القريدية ديال الشياطين. لهذا يكون أقوى سحر، السحر اللي كيكون في الأيام المباركة بحال عرفة، بحال ليل 27، بحال يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصيام ديالو كيغفر له سنة فارتة من الذنوب. تخيل الحرمة ديال هذا اليوم والعظمة ديال هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى، والشياطين كتحاول تنسو بهذه الطريقة الخبيثة. بعض النساء كيمشيو كيديو السحر للمقبرة في هذا اليوم، لأن النساء عندهم واحد العادة اللي هي سلبية، وما أنزل الله بها من سلطان تخصيص، لا يجوز تخصيص يوم لزيارة المقابر، هذا أقوال أهل العلم. فبعض النساء كيخصوا يوم عاشوراء باش يزوروا مقبر المقابر بمدن كثيرة بحال الدار البيضاء، بحال مراكش، بحال مدن أخرى، كيجتمعوا عدد كبير من النساء وكيمشوا للمقبرة. ملي كيمشيو للمقبره، هل اللي كتبكي على راجلها، هل اللي كتدخل بيناتهم وكدير السحر في المقبره وكتخشي تماك ما شافها حتى واحد من كثره النساء، وكيتسحروا اصحار المقابر والعياذ بالله. هذا اليوم باش يحفظك الله من السحر، ما تخاف لا من السحر لا من الساحره ولا، بشرط ان شاء الله تعالى هذا اليوم تصوموا الصيام ديالو حصن حصين ومغفره للذنوب سنه فارطه كما اخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتصلي الصلاه ديالك في الوقت، ودير شي ورد يومي ديال القران تقراه، ودير شي صدقه، والله ما تخاف لا من سحر ولا من سحر، ما كاين اللي غياديك، ما كاين اللي غيصيبك باذن الله سبحانه وتعالى. اما السحره نطلب من السلطات، انا دائما دعوه للسلطات، نطلب بالضرب من يد من حديد على هؤلاء السحارين المشعوذين، هؤلاء كيبيعوا الافكار الجلود ديال الافاعي، هاد المشعوذين اللي كيمرضوا عباد الله، كيعطوا السموم لبنان باش ياكلوا، كيقول له هاك توكل، كيعطوه السحر هذا، راه الا كلاه راجلك راه غيطيعك، الا كلاته فلانه راه غادي تبرى، وكيعطوها سموم بدون وصفات طبيه، بدون علم، بدون درايه، فقط السم كيعطوه لبنان وكياكلوا الخول مسلم. فهذا نتمنى من السلطات ان تضرب بيد من حديد على هؤلاء المشعوذين وهؤلاء الدجالين الذين كثروا في هذه البلاد السعيده. للاسف الشديد، للاسف الشديد، يعني المشعوذين صاروا اكثر من الرقاة، واختلط الحابل بالنابل كما قلت من قبل. يعني ولا دابا شحال من ما هو براقي، كيقول راقي شرعي، كيقرا القران، كيقرا. وبالمناسبه حنا ملي كنشروا الفيديوهات وكنقولوا للناس، راه ما كنقول لكش جي عندي، انا ما جيش على ربي غير قي راسك. والله كثير من الناس تعاش فيهم الشياطين، وهذا عن تجربه. كثير من الناس عامر بالجن، او دير قي راسك، قرا على راسك فاتحه الكتاب، قرا على راسك ايه الكرسي. كم من الناس كانوا كيتابعونا كنقول لهم دير قراص، ولا كيرقي راسو خرج فيه العجب المتعجب، شي حاجه ما كانش يتوقعها، من العيون، من الحسد، من السحر، من الشياطين، كان ما كان كيتردد عند الاطباء. واحترامي للاطباء، لان الامراض تنقسم الى ثلاثه انواع، كاين الامراض ديال الطبيب بوحده ما كان ما عندنا حتى شي دخل فيها، انا اللي جا عندي شي واحد عنده مرض عضوي ما يمكنش نقيد ليه شي دواء ولا شي وصفه، انا هذاك العلم ما عنديش، لكن كنهضر على الامراض الروحيه، الامراض ديال الشياطين. شحال من واحد كيجي مسكين غارق بالشياطين وغارق بهذاك الشيء ومشى عند الاطباء بدون جدوى، لكنه لما غيتبع كلام الله، لان السر راه ماشي في الراقي، ماشي فيا ولا فيك، السر في كلام الله اللي غتقرا على راس، وفي الادعيه اللي غتدعوها، لان الرقيه هي تلاوات وهي دعوات. الحالات اللي كيجيو عندنا في هذه المناسبات بزاف كحالات الثقاف او الربط او تعطيل الفراش، يعني كيكون الانسان شاب عنده قوه جسمانيه ما شاء الله، ما كان يعاني من العنه او مرض لتعطيل الفراش من قبل، فكيجي بسحر ساحر، كتلقى تبارك الله الدات ديالو سليمه ما خصو والو ما عنده حتى شي مشكل، لكن بسحر ساحر كيصدق ما كيقدرش ياتي الاهل ديالو، وهذا غالبا كيدار بالطلاق باش ما تحملوش المراه ديالو، باش ما تقبلو، باش تقول ليه طلقني اعطيني اتساع. فهاد الحالات كيجيو عندنا بزاف في هذا اليوم، وكثير الحالات كيترددوا علينا في هذا اليوم الناس اللي كيتجددوا لهم السحر، لان في هذا اليوم كيتجدد فيه السحر. كتجيو عندنا بزاف ديال الحالات زاد عليها الحال، كتقول لي كنوصل عاشوراء كيتزاد عليها الحال، وقبل عاشوراء بشي ايام كيتزدد عليها السحر، كتجدد عليها الحاله المرضيه ديالها، لان السحر كتشد ليها في هذا النهار. لان الساحره اش كدير؟ كتمشي عند الساحر مثلا في عاشوراء كدير السحر، كدوز عام اخر كتقول ليه شوف ليا فلانه واش باقي شاد فيها، كيقول ليها باقي راه هو هذاك، راه السحر باقي عاطيني المفعول ديالو. كتزيدو شويه ديال الفلوس، كتقول ليه زيد ليها الجرعه، زيد ليه السحر، وكتزيد ليه، وهكذا ذلك يتم تجديده، يعني الانفس الخبيثه هكذا ديدنها. فقلت الحالات ديال الربط اللي بدون اصلا مرض طبي، ما كنهضرش على الامراض الطبيه، يعني ما عنده لا مرض السكري، لا مرض الضغط، لا امراض القلب، لا الامراض المزمنه اللي كتعطل الفراش، ما عنده حتى شي مرض، انسان سليم، وانسان قبل ذلك كان مزيان، لكن بسحر ساحر مثل كيديروا لهم الاسحار، مثل الشعاله اللي ذكرت، ماء الرجل في الشرويطه، مثل الاقفال، غالبا كيتصنع بواحد القفل كيديروه كيتقفوه باش انه
ما يولدش وباش انه ما ياتيش الاهل ديالو. وغالبا اصحار طلاق كتجي في هذه المرحله هذه، واصحار القتل واصحار الانتقام. انسان ما به ما عليه كيقول لك ركب الطوموبيل، كنحس براسي بغيت نقلب الطوموبيل. شحال من واحد كيجي عندي حالات ما قتل اليوم، فقط اتت عندي نيت في عاشوراء ان شاء الله تعالى بالتوقيت المشرق، جات عندي كتقول لي مشيت حتى لباركون بغيت نلوح راسي، صافي حتى بغيت نلوح راسي. سحر الانتقام، ملي رقيتها بان الشيطان نطق بانه بغى يقتلها. فكانت عندها واحد البنيه ديالها قويه تبارك الله، قالت لي كان كتريني وكذا، هي اللي شدتها وهي عتقتها، كانت غادي تصفى، لان كاين سحر القتل كيتصنع باش الانسان يقدر يركب الطوموبيل يقلب راسو، يقدر يهز جنويه. حالات كتبغي تهز جنويه كتخشيها في راسها بدون شعور، كتحس براسها بحال ترفعات. وكاين اصحار اخرى للقتل كدار في السموم، كدار فتاي سموم، هي عباره عن سموم احيانا قد لا يشخصها الطب، احيانا تكون مواد سحريه خفيه كيشربها الانسان، كيدوز عن الطبيب كيقول لي المعده ديالي كنحس بشي حاجه. وحالات ماتوا بهذه القضيه، واحد السيد مسكين الله يرحمه الله يوليه برحمه الله، مشى عن الطبيب كيقول لي راه كنحس بشي حاجه في البطن ديالي بغات تقتلني. كيقول له راه ما يمكنش، راه ما عندك والو في المعده ديالك. وفعلا دازت مده ويتوفى الله سبحانه وتعالى. كتكون اصحاب خبيثه ديال الناس لا يخافون الله رب العالمين. ونسال الله في هذا اليوم العظيم ان يشفي الجميع ويحفظ جميع المسلمين من شر السحره الملاعين. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، وقيل الحمد لله رب العالمين.